مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اوراق اقتصاديه. هذا البرنامج اللي بنفتح فيه واحد من الملفات الاقتصاديه الهامه للاقتصاد المصري، نحاور فيها ضيوفنا، نضع مجموعه من الاراء المقترحات والحلول، ثم نضع هذا الملف امام القياده السياسيه وامامكم، بالاضافه لمتابعه لاهم اخبارنا الاقتصاديه التي مر بها العالم والعالم العربي ومصر خلال الاسبوع المنصرم، والتي بالتاكيد ستؤثر على اسبوعنا الجديد الذي سيبدا من غد وبعد غد. اسمحوا لي أن أطرح ما لدينا في هذه الحلقة. الاقتصاد المصري يواصل مقاومته لتأثيرات كورونا وينمو بنسبة 3.9% في الربع الثالث من العام المالي الجاري. روسيا تحذر من أن أي ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط قد ترغم المستهلكين على التحول إلى مصادر طاقة أخرى. وفي ملفنا هذا الأسبوع سنلقي الضوء على قضية تعظيم القيمة المضافة لقناة السويس كممر ملاحي عالمي ومركز تجاري وصناعي إقليمي. أهلا بكم من جديد. نبدأ مع مجموعة من أخبارنا الاقتصادية الهامة، ونبدأ من الاقتصاد المصري الذي ما زال يثير ويثبت قدرته على التصدي لتداعيات كوفيد 19 أو كورونا المستجد. هذه الجائحة العالمية التي ضربت العالم والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ولم ينجو منها إلا قليل من الدول. كانت مصر من الخمسة الأوائل في هذه الدول التي عملت فارق في الانتاج بالموجب، باقي الدول كلها بالسالب. أعلنت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن الاقتصاد نما بمعدل 2.9% في الربع الثالث من السنة المالية الجارية 2021، وأضافت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنحو 1.9% في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية رغم تداعيات جائحة كورونا. وتوقعت الوزيرة نمو اقتصاد البلاد في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بما يتراوح ما بين 5.2% و5.5%. وقالت الوزيرة أن عجز الميزان التجاري للبلاد تراجع 1% إلى 9.6 مليار دولار في الفترة بين يناير إلى مارس. وطبعا نذكر أن السنة المالية تبدأ من 1/7 وتنتهي في 30/6 يونيو من كل عام. إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي الأمريكي طبعا، كشف عن تسارع تعافي الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك رغم القائمة الطويلة لمشاكل سلسلة الإمدادات وصعوبات في التوظيف وتزايد الأسعار في أرجاء البلاد. وأضاف مجلس الاحتياط أن النمو سجل معدلا أسرع نوعا ما في الفترة من أوائل إلى أواخر مايو، مشيرا إلى الأثار الإيجابية لتزايد معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد 19 على الاقتصاد الأمريكي. وطبعا نذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه خطة تتعدى 6 تريليونات دولار لمساعدة الاقتصاد الأمريكي تقريبا حتى عام 2030، ربما ستؤثر على نجاح الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع. طبعا أسعار النفط في العالم بدأت تزيد بشكل ربما يكون مبالغ فيه وأيضا غير متوقع بسبب الإغلاق التام في العالم بسبب كوفيد 19 وجائحة كورونا. وبالطبع واحدة من الدول الكبيرة المستهلكة للنفط وهي الهند متوقفة تماما عن العمل بسبب نوع الفيروس هناك وحالات الإصابة بكوفيد 19 التي تتعدى 400,000 حالة في اليوم وفوق 5,000 حالة وفاة في اليوم. لكن هذه الارتفاعات حذر منها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وقال أن أي ارتفاعات حادة في أسعار النفط عن المعدلات الحالية قد تدفع المستهلكين إلى مصادر طاقة أخرى بما يؤثر سلبا على الطلب العالمي مستقبلا. وأكد نوفاك أن سعر النفط الحالي يعكس التوازن بين العرض والطلب، معتبرا أنه مستوى جيد بما فيه الكفاية
بالنسبة لروسيا. وقال نوفاك أن الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط سيناقش حصص الإنتاج لشهر أغسطس مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الموسمية المتوقعة للطلب في الربع الثالث من العام. وطبعا يعني نذكر أن أوبك بلس هي مجموعة من منتجي النفط لمن هم في مجموعة أوبك هذه المجموعة لمنتجي النفط وعلى رأسها السعودية ومجموعة من خارجها وعلى رأسها روسيا يتفقوا على تحديد إمدادات النفط بشكل كبير حتى يحافظ النفط على مستوى عند الأسعار التي كسرها بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 75 دولارا في إحدى المرات وهي أعلى مستوى منذ عامين تقريبا. انتهت فقرة أخبارنا لهذا الأسبوع، دعونا ندخل على ملفنا الاقتصادي الهام. 5 يونيو من كل عام تحتفل مصر بإعادة فتح قناة السويس بعد إغلاقها لمدة ما بين عام 67 بعد نكسة 67 وافتتاحها في يونيو من عام 1975. طبعا الافتتاح الجديد لقناة السويس كان منذ عامين تقريبا، عامين ونصف، وهو ازدواج خط الملاحي في قناة السويس الذي أثبت أهمية هذا الازدواج، خاصة عندما حصل مشكلة في عابرة النقل حاملة البضائع العملاقة التي أغلقت القناة بشكل كبير، وسيتم تدارك هذا بشكل ما. لكن بعد مداولات كثيرة حول أهمية ممر قناة السويس والحديث عن تقليل هذه الأهمية من قبل دول أخرى ودول معادية، هذا الحادث جاء ليثبت أهمية هذا الممر الملاحي وأنه أهم ممر ملاحي خاصة في العالم القديم، طبعا ما بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا. الممر الملاحي بعد عمل الازدواجية عليه لن يبقى كما كان عبارة عن ممر تمر فيه السفن، ولكن سيتحول إلى مركز لوجستي عالمي وأيضا مركز صناعي عالمي، بالإضافة إلى خدمات اللوجستيات والتعهيد، والكثير من الآمال منعقدة على ذلك. دعونا نخرج إلى هذا التقرير سريعا ثم نفتح هذا الملف مع ضيوفي في هذه الحلقة. مشروع تنمية محور قناة السويس يعد أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر والجاذبة للعديد من الاستثمارات العالمية، فضلا عن اكتذاب الصناعات وتوطينها. نجحت هيئة قناة السويس خلال 7 سنوات في تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، مع تنفيذ مرافق وأنفاق عملاقة ساهمت في تعزيز قدرة هذه المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة في العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي المميز لمصر. تتكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عدة مناطق وموانئ، كل منطقة توفر الفرص في المؤسسات الصناعية والتجارية والبنية التحتية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مثل وجود المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية للقناة والتي تستهدف استثمارات ب7 مليارات دولار لتوفير 35,000 فرصة عمل. وعلى الرغم من جائحة كورونا وآثارها السلبية على مستوى الاقتصاد العالمي، إلا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال، حيث تم الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول بسبب تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد، والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد ما بين شرق وغرب القناة، بالإضافة إلى إقرار حزمة الحوافز التشجيعية لجذب الخطوط الملاحية العالمية.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. تابعنا هذا التقرير السريع حول ملف هذه الحلقة. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الاستوديو. معي الدكتور محمد علي، العميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات. دكتور محمد أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعي أيضا الدكتور أحمد عبد الله إسماعيل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الدولي للتنمية المستدامة. دكتور أحمد أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. اسمحوا لي أبدأ بدكتور محمد وسريعا كده، يعني خلينا دايما بيقولوا من عمق المآسي تظهر الـ يعني الفوائد. بعد مشكلة إيفرغرين أثبتت القناة اللي كان عليها أقاويل، وناس تبدأ تقول هنعمل قناة موازية وهنعمل مش عارف قناة تعدي من إسرائيل وبحر الشمال وبحر الجنوب، وسمعنا كلام كتير وناس كانت بتحاول تقلل من قيمة قناة السويس بشكل كبير. سبحان الله جت توقف القناة لمدة أسبوع عشان يثبت للعالم أن هذه القناة ما زالت هي الأهم في 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 العالم، مش عايزين نقول بس في يعني في العالم القديم حتى. سريعا كده نظرة على قناة السويس كمجرى ملاحي. تعتبر قناة السويس أهم شريان للتجارة في العالم، يمر عبرها 12% من حجم التجارة العالمية وحوالي 27% من حجم الحاويات المنقولة بحرا تمر عبر قناة السويس، وهي أكثر طريق بين الشرق والغرب. طيب اسمح لي، 12% و27% لا يسمعهم يقول دول أرقام بسيطة. لا بس ده حجم مواد صغير، لان ده بيأثر في كل الامدادات، لان لو بصينا ال 12% دول هتلاقي فيهم كم من البترول العربي اللي بيتنقل لغرب اوروبا وشرق افريقيا والولايات المتحده، فده كم مش صغير. وطبعا ده بيأثر في كل سلاسل الامداد. صحيح. كمان المواد الخام اللي بتتنقل للصين بتمر عبر قناه السويس، منتجات الصين بتمر العالم عبر قناة السويس. وبالتالي انت اهم شريان ملاحي في العالم، والحقيقة ان الاهمية كمان بتتزايد، لان انت النهاردة قناة السويس لم تعد بتخدم الشرق والغرب فقط، وانما اصبحنا بننظر اليها على انها ايضا هتكون معبر للانتاج اللي هيتم ان شاء الله في المنطقة الاقتصادية، حيث المنطقة الاقتصادية ممكن تولد انتاج هيتم تسويقه عبر قناة السويس، وايضا المدخلات اللي هتتم بها الانتاج في المنطقة الاقتصادية هتتم، يعني كأن المنطقة الاقتصادية هتزود اهمية قناة السويس. طبعا. ويمكن الجائحة الاخيرة بتاعت قناة مشكلة يعني بتاعت مرور ايفر جيفن توقفها 6 ايام عطلت سلاسل امداد في العالم، وبينت ببلادي مكان للشك ان ده اهم شريان للتجارة العالمية. نعم. وبالتالي طيب. احنا بنتكلم في ممر ملاحي عالمي يؤثر في سلاسل الامداد العالمية. تمام. دكتور احمد، بما ان حضرتك متخصص في التنمية المستدامة، التنمية المستدامة معناها مستدامة، ان هي على طول بتفضل موجودة. قناة السويس هل هي فعلا ستساعد على التنمية المستدامة في المنطقة بتاعتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قناة السويس بدأ التفكير فيها منذ العصور القديمة، من عهد الملك سنوسرت الثالث منذ الفراعنة، ثم توارثت الأجيال فكرة قناة السويس. قناة السويس عندما أغلقت في 5 يونيو 1967، وتذكر العالم كله 5 يونيو 1975 بالفخر والعزة والكرامة عندما أعاد الرئيس محمد أنور السادات، الرئيس الشهيد البطل محمد أنور السادات، أعاد افتتاحها ليثبت للعالم أن هذا اليوم يوم احتفال وليس يوم نكسة. قناة السويس تكمن أهميتها في مقارنتها بغيرها، فالعالم به قناة السويس وقناة بنما في أمريكا الجنوبية. فإذا نظرنا إلى قناة السويس، قناة السويس 162 كيلومتر، في حين أن قناة بنما 80 كيلومتر. الحمولة للسفينة 150 ألف طن، في حين أن أقصى حمولة في قناة بنما 70 ألف طن. العمق 25 متر، في حين أن لا يتجاوز 12 متر ونصف في قناة بنما. فهنا نحن أمام مقارنة تنصف قناة السويس، وتجعل من حق كل مصري وعربي وإفريقي أن يفخر بوجود هذا الممر الملاحي على أرض مصر. فهي قناة عالمية على أرض مصرية. فهل قناة السويس ستساهم في استدامة التنمية؟ نعم، بما لا يدع مجال للشك. قناة السويس سوف تساهم باستدامة التنمية، وهذا الأمر كان واضحا
وجليا عندما حدثت الحادثة التي جنحت بها السفينة. العالم كله كان يترقب هذا الأمر طبعا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأمر عن كثب على مدار الساعة، وكان كل أبناء هذا الوطن العزيز يتابعون الأمر، بل إننا تبادلنا التهاني عندما تم تعويم السفينة. بل إن هناك من كان يمزح بأنه أراد أن يجعل يوم تعويم السفينة يوم عيد وطن. فهذا طبعا هي طبعا هو التأثير الاقتصادي والتأثير كان كبير جدا وتحدثنا عنه كثيرا. خلينا ننتقل لدكتور محمد. دكتور محمد، خلينا نتكلم على قناة السويس من وجهة جديدة لم يراها المصريين، مش هنقول العالم، العالم عارف أهمية قناة السويس، لم يراها المصريين من قبل. بعد ازدواج قناة السويس يعني كل الناس كانت بتكلم ان احنا يعني عمقنا وعملنا ازدواج، هنزود سفنتين 3-4-5-10 في السنة، لكن ليس هو الهدف. هو الهدف كان وضع حدود لمدة 50 سنة للقناة، نقدر نبني على جوانبها التنمية المستدامة اللي احنا بنتكلم عليها. اديني، بما ان حضرتك متخصص في اللوجستيات ويعني مؤسس كلية اللوجستيات النقل الدولي، فكرة الصناعات واللوجستيات وهذه الصناعة الكبيرة اللي بتتعدى مليارات الدولارات في كل عام، ايه هي قناة السويس في الوجهة النظر الجديدة؟ والحقيقة يمكن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الفكر الجديد اللي احنا بنقدمه، او يعني من اعتبرت المنطقة دي، ودي مساحتها ما هيش صغيرة، بنتكلم في مساحة حوالي 460 كيلو متر مربع، وبتضم 3 محافظات، وايضا بتضم 6 مواني. والهدف منها 6 مواني، 3 على البحر الاحمر و3 على البحر المتوسط. المنطقة دي ومنطقة واعدة، مفروض ان احنا بنحول قناة السويس من مجرد ممر ملاحي الى مركز لوجستي وصناعي عالمي. وده الامل المطروح في مجالات متعددة لممارسة اللوجستيات في هذه المنطقة. اولها ان ممكن نقدم لوجستيات لخدمة السفن العابرة، لوجستيات لخدمة التجارة العابرة، ولوجستيات لخدمة الصناعات التي سيتم توطينها في هذه المنطقة. طيب احنا عايزين نفسر برضو سريعا كلمة لوجستيات عشان ببساطة شديدة الناس المصريين العاديين البسطة اللي بيتفرجوا عليه. ببساطة شديدة ان احنا بنعمل قيمة مضافة للسلع اللي هتمر من القناة. يعني انا بجيب سلع هتمر من قناة السويس، هتيجي تعمل عملية ترانزيت، هعيد عملية تعبئة او تغليف، هعمل عملية توزيع. الايراد الحاوية من المرور قناة السويس بتجيب منه من 90 ل$100. تمام. اما العمليات اللوجستية ممكن ان تولد الى حد $3000 للحاوية. وبالتالي ده البوتنشال كبير جدا. كمان ده بيخلي ثقة القناة اكبر كتير. يعني ده العلاقة بين القناة والمنطقة الاقتصادية علاقة تكاملية. المنطقة الاقتصادية هتضيف ابعاد زي ما قلنا، هتخلق طلب اضافي على قناة السويس. كمان مش بس يعني بدل ما انا اشحن حاجتي من الصين لغاية اوروبا، انا ممكن مصانع الصين تيجي تعمل مصانع عندي، تجمع فيها حاجتها هنا هوت، وبدل ما تاخد شهر من الصين لاوروبا هتاخد 3-4 أيام من قناة السويس لأوروبا. فده فرق في الوقت، فرق في الفلوس، سرعة في الخدمة، أي حاجة محتاجين تتبعت من أوروبا تتصلح وترجع تاني. دي أفكار كلها مطروحة. بالضبط. النهاردة كمان مصر لها تعاقدات إفريقية أو تعاملات إفريقية مع السوق الإفريقي. صحيح. عندنا الكوميسا وحتى التجمعات الإفريقية كلها النهاردة بيكلموا على إفريقيا كسوق واحد. يبقى أنا ببقى مركز للنفاذ للأسواق. النهاردة كل ما يهم المستثمر كيف ينفذ الأسواق. أنت بتتكلم في سوق ضخم جدا، أفريقيا سوق طبعا واعد. كمان إحنا لنا تعاملات عربية والسوق عربية مشتركة. صحيح. وبالتالي فأنا ممكن يعني مجال لعبور المستثمر إلى السوق العربي والسوق الإفريقي. وبالتالي لو تم التصنيع في هذه المنطقة وتم التصدير من مصر، هيخش هذه الأسواق بدون جمارك. وبالتالي فأنا بديله إمكانية واسعة للتعامل. يجب أن يتم تسويق المنطقة على هذا الأساس. يجب ان احنا ندي اهميه كبيره لتعاملاتنا الدوليه وتعاملاتنا الاقليميه. فانا بعتقد انه ان احنا لو تحولنا من مجرد ممر ملاحي الى مركز لوجستي وصناعي عالمي هتفرق كتير جدا. هتبقى مصر يعني المنطقه الاقتصاديه قاطره النمو لمصر كلها. صحيح. طيب دكتور احمد، اللي يسمع تنميه مستدامه يفهم احنا بنتكلم على طاقات نظيفه، على حاجات مش هتنضب مننا، لكن التنميه المستدامه معناها ان دايما عندي جديد، هي مستمرة في الجيل ده والجيل اللي بعده، حاجات لا تنضب. يعني حتى لو عندي صناعة
يبقى عندي صناعه مستمره، النهارده بتخلص موديل جديد هطلع الموديل اللي بعده. شايف التنميه المستدامه ودور قناه السويس فيها، سواء على صعيد الشرق الاوسط، على صعيد افريقيا زي ما قال الدكتور، على صعيد مصر نفسها. لا تتوقف الاداره السياسيه في مصر عن تطوير قناه السويس، وهذا الامر شانه من شانه ان يساهم في استدامه المشروعات سواء كانت تجاريه او صناعيه، بما يخلق جوا اقتصاديا يساعد الاجيال الجيل الحالي والاجيال المقبله على استدامه الاقتصاد واستدامه رؤوس الاموال. اما فيما يتعلق بقناه السويس في حد ذاتها، فالتطوير الحادث في قناه السويس في الوقت الحالي من شانه ان يساعد في توسيع وتعميق قناة السويس وتعظيم الاستفادة منها كممر ملاحي وخلق والوصول إلى أكبر قدر من الأمان الملاحي في القناة. كل المشروعات اللوجستية التي تتم في قناة السويس في منطقة القناة حاليا هي تخدم بالأساس الأجيال القادمة، والمستهدف منها الجيل القادم والأجيال التالية. نعم. فكل ما تأمل القيادة السياسية في تحقيقه هي تحقيق استدامة للمشروعات واستدامة للأجيال المقبلة حتى يتم تعظيم الاستفادة من قناة السويس. تمام. يعني احنا بنتكلمش على قناة السويس لعشر سنين، احنا بنتكلم فعلا أجيال 50 سنة واكتر من كده. دكتور محمد، خلينا اتكلم على الاستثمار. اللوجستيات من واحدة من الصناعات على مستوى العالم اللي فيها استثمارات بالمليارات، لأنها بتضر تريليونات. نعم. عندنا سنغافورة، هذه البلد الصغيرة اللي عبارة عن جزر صغيرة تحولت لمركز أو زي بيسموه هب العالم، بتنتقل فيه التجارة العالمية من كل مكان. بعض الموانئ البعيدة زي مثلا لوس أنجلوس وغيرها بتتحول هي الهب للولايات المتحدة الأمريكية نقل وغيره. يبقى احنا عندنا هنا زي ما حضرتك قلت قيمة مضافة. فكرة قناة السويس، هل ازاي نحولها لهذا الهب بدل ما تبقى لمصر تبقى المنطقة العربية لإفريقيا للعالم؟ هي الحقيقة قناة السويس مؤهلة بحكم موقعها الفريد والمتفرد بين الغرب والشرق بأنها تكون مركز لوجستي عالمي. اللي ناقص هو إطار مؤسسي يسمح بانسياب الاستثمار، وأيضا أن احنا لابد أن ننظر لجذب المستثمر، ان انا مش بنظر لجذب دول انما انظر لجذب شركات دولية النشاط. لان الشركة دولية النشاط النهاردة استثماراتها تفوق ميزانيات دول. صحيح. وبالتالي فلما اجيب شركة دولية النشاط بيجي في ركابها الشركات الداعمة لها والمتحالفة معها اللي بتعمل لها المنظومة اللوجستية بتاعتها وسلاسل الامداد بتاعتها. صحيح. وبالتالي فانا بوطن هذه الصناعات، والمستثمر النهارده ما عادش بيغري التخفيضات الجمركيه والتخفيضات الخاصه بالضريبيه وانما يهمه النفاذ للاسواق. المنطقه بتاعتنا منطقه واعده، يكفي ان انا المثال اللي حضرتك تفضلت بيه سنغافور. سنغافور بتدر سنويا او بتولد سنويا حوالي 20 مليار دولار من نشاط لوجستي واحد وهو المسافنه. يعني بتيجي السفن تتراكى السفن الضخمه ويعيد توزيع البضائع على سفن اصغر عشان يوزع في هذه المنطقه. احنا عندنا هذا النشاط ممكن يتم، ده احد الانشطه طبعا. فبالنا بقى يعني أنا عندي السفينه تيجي في قناه، تيجي تنزل بورسعيد يروح منها للسعوديه اذا كان برا او بحرا، يروح منها لافريقيا، يروح لاوروبا لحوالينا بالزبط. ومن الناحيه الثانيه نفس الكلام، مش لازم يعدي القناه ويوصل لاوروبا يعني. بالظبط. فبالتالي انا عندي امكانيه كبيره جدا زي ما قلنا مجالات متعدده لممارسه اللوجستيات في هذه المنطقه. فاحنا مؤهلين جدا ان احنا نكون مركز لوجستي عالمي. نعم. طيب اسمحوا لي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجرى اليوم لقاءات موسعه بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس في العين السخنه، وطبعا كان بيتابع سير الاعمال واخر المستجدات والموقف التنفيذي للمشروعات التنمويه الجاري تنفيذها في هذه المنطقه. دعونا نتابع هذا التقرير السريع ثم نعود لضيوفي في الاستوديو مره اخرى. وضع حجر اساس مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات كان بدايه جوله موسعه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار ويوفر 15,000 فرصه عمل وبطاقه انتاجيه تبلغ 1,000,000 طن سنويا من المنتجات البتروليه والكيماويه.
كما تفقد مدبولي محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية، والتي تم الانتهاء منها يناير الماضي بطاقة تصل إلى 35 ألف متر مكعب يومياً. ثم تابع رئيس الوزراء أعمال تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة تبلغ 20 مليار جنيه. مدبولي أكد أن تطوير الميناء يأتي في إطار تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب. وتشمل عمليات التطوير إنشاء أرصفة جديدة وساحات تداول ومناطق تجارية ولوجستية تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين الجديدة. وفي إطار دعم الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلي، تفقد مدبولي مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة باستثمارات تقدر ب 450 مليون دولار، ويتضمن المشروع إنشاء 6 خزانات لتخزين الغازات البترولية المسالة والسولار، وإنشاء محطتي مضخات للسولار ومحطتي محولات كهربائية وشبكات مياه وشبكة الطرق. كما حضر مدبولي اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية. مدبولي أكد خلال الاجتماع على تقديم جميع أوجه الدعم لجميع المشروعات القائمة بالمنطقة، داعيا إلى بذل الجهد لإنجاز مشروعات التنمية كافة، مشددا على أن عملية التنمية والتطوير بالمنطقة تأتي انطلاقا من اعتبار هذه المنطقة الحيوية مسألة أمن قومية. وتطرق الاجتماع إلى بعض العقود والمشروعات الجاري التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة في شرق بورسعيد والعين السخنة، حيث من المستهدف تحويل السخنة إلى منصة عالمية لصناعة البتروكيماويات مع إطلاق خدمات تموين السفن في الموانئ التابعة بداية العام المقبل. هشام حامد، النيل. طبعا ده كانت متابعة لنشاط رئيس مجلس الوزراء في هذه المنطقة الاقتصادية الهامة محور تنمية قناة السويس. طبعا مجموعة من المشروعات البترولية وغيرها هتخدم مصر والمنطقة العربية، وبالذات فكرة التوجه نحو ان احنا نكون مركز اقليمي للطاقة. ارحب مرة تانية بضيوفي الدكتور محمد علي العميد الاسبق والمؤسس كلية النقل الدولي واللوجستيان. اهلا بحضرتك يا دكتور. مع دكتور احمد عبد الله اسماعيل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الدولي للتنمية المستدامة. اهلا بك يا دكتور احمد. اهلا بسهلتك. دكتور احمد، احنا بنتكلم على مشروع عملاق، هو مشروع زي ما بيقولوا مشروع القرن. نتكلم على ان احنا نتحول لمركز اقليمي للطاقة. طبعا لا يسمع الطاقة هنتكلم على البترول، لا البترول نازل، احنا عندنا طاقة شمسية الوقت، اكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم في بنبان في اسوان، عندنا طاقات الرياح موجودة وان كانت قليلة شوية، لكن عندنا الغاز، عندنا الغاز الطبيعي اللي بدأ العالم كله يتحول لانه اقل انبعاثات كربونية، هي تقريبا فوق الزيرو بحاجة بسيطة. يعني التنمية المستدامة في هذه المشروعات والتحول لمركز إقليمي للطاقة، من ضمن أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة هي الحفاظ على البيئة النظيفة. نعم. وكما تفضلت وقلت زيرو انبعاثات أو انبعاثات قليلة جدا، هذا الأمر يشجع، الأمر الذي يضمن تحقيق الهدف من التنمية المستدامة، كما أن هناك عقد شراكات لتحقيق الأهداف، فهناك الكثير من الشراكات التي تتم في هذا المجال للوصول إلى جعل مصر محطة عالمية وإقليم عالمي للطاقة. ومنذ اليوم الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم وهو يسعى إلى أن تكون مصر نمرا اقتصاديا وأن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة. نعم. وهذا الأمر يضمن استدامة الطاقة لمصر في هذا الوقت ولأجيال قادمة وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية في هذا المجال. نعم دكتور محمد، خلينا نرجع، طبعا عايزين نربط المواضيع ببعض. اللوجستيات معناها أن أنا بقدم خدمات متنوعة، يبقى لازم عندي قدرات
مختلفة، مش على قدرة واحدة. ما هي دي قصة اللوجستيات اللي الناس مش فاهماها، ان انا تعهيد سفن، ان انا بقدم غذاء، بقدم مية، بصلح، بعمل. لا، ده فاق بقى مع عالم اللوجستيات الجديد. احنا بنتكلم الان على طرق جيدة، انفاق تحت قناة السويس، نتكلم على كباري وطرق في كل مكان، عاصمة ادارية جديدة، مدن جديدة، نتكلم على مركز اقليمي للطاقة، نتكلم على تكامل عربي، نتكلم على تكامل افريقي، ربط مع موانئ افريقيا. عندنا العين السخنة، حتى الناس تستغرب ان العين السخنة بعيدة شوية عن قناة السويس، طب ليه هي محطوطة، هي المنطقة فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعندنا كمان في موانئ بعديها يمكن الناس ما سمعتش عنها قبل كده على البحر الاحمر، نتكلم على سلسلة موانئ بطول مصر من الشرق وبطول مصر من الشمال، كلها مرتبطة. دي هتبقى كلها مش منظومة واحدة، ومش بس هي خط قناة السويس، ده هي دي كلها تبقى منطقة اقتصادية، مصر كلها تبقى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كلمني عن هذا التكامل وفكرة التكامل في صناعة اللوجستيات. هو فكرة اللوجستيات أساسا قايمة على مفهوم رئيسي، وهو إدارة الأنشطة الداعمة للإنتاج أو الخدمات. إذا كنت بنتج سلعة أو خدمة، فعندي أنشطة بتدعمها، وده اللوجستكس أو بيعمل قيمة مضافة في أي منتج بعمله. هنا بتبقى قايمة على فكرة التكامل بالأنشطة، وحاجة بنسميها تريد أوف، اللي هو مسألة إن لو كنا عندي مثلا تكلفة التخزين عالية، ممكن أعمل نظام نقل يخليني ما أعتمدش على التخزين أو أقلل التخزين لحد الأدنى. يعني في المناطق اللي ما عندهمش مخازن أو أراضيهم قليلة زي اليابان مثلا، هو بيستخدم الحاجات دي جاست ان تايم على طول. بالظبط كده. بس بيبقى لازم بقى ان تايم يبقى ان تايم. بالظبط، جاست ان كيس، جاست ان تايم. يعني فعلا بيقدر تعتمد على وسائل نقل. ويمكن حضرتك يمكن تابعت في الأخبار إن في اليابان قطار تأخر 27 ثانية ففتحوا تحقيقات فيها. فإذا هم منضبطين جدا في هذا الكلام. صحيح. احنا عندنا أنشأنا شبكات طرق، يمكن تم إضافة 7000 كيلو طرق، وده عمل غير مسبوق الحقيقة في الفترة الأخيرة. فبالتالي شبكة الطرق تطورت تطور ملموس. كمان طاقة المواني المصرية زادت جدا. يعني النهاردة زادت طاقة المواني من 7000 حاوية 7000 حاوية إلى 11 أسف من 7 مليون حاوية إلى 11 مليون حاوية في السنة، الطاقة التصميمية. ومستهدف زيادتها ل 20 مليون حاوية. أيضا طاقة البضائع هتزيد أضعاف، من 170 مليون طن إلى 230 مليون طن، الضعف على طول. طبعا. وبالتالي ده مش في فترة طويلة. احنا بنتكلم ده مستهدف 2030، يعني في أقل من 9 سنوات. وبالتالي ده عمل غير عادي. في نفس الوقت في محاور كبيرة جدا بتم إضافتها كمواني جديدة. يعني نتكلم عن ميناء السخنة بس بيطول 12 كيلو أرصفة وبأعماق 18 متر. دي بتشيل أكبر حاويات الوقت. طبعا كل أنواع السفن بكل أجيالها تستطيع أنها تتوطن في هذا المكان أو تعمل ريتش لهذا المكان. وفي نفس الوقت أنا بتكلم على أن هذا المكان هيبقى أكبر ميناء محوري في الشرق الأوسط. نعم. كمان هو رابط الميناء كله داخليا بشبكة طرق طولها 10 كيلو. وهذه الشبكة مربوطة بشبكة القطار السريع المستهدف إنشاؤه من السخنة للعالمين الجديدة. صحيح. وبالتالي احنا بنوصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن سكة طريق حديد. سكة حديد، وده غير الطرق العادية. بالضبط. عندي كمان شبكة طرق بتوصل كل ده. كمان بالإضافة لده هو عامل طرق شريانية داخل الميناء السخنة بطولها 14 كيلو عشان يربط ويمنع التكدس مستقبلا داخل الميناء. صحيح. ويبقى الميناء ده مؤهل لفكرة النقل متعدد الوسائط. يبقى في شبكة اتصال بشبكة طرق، اتصال بالبحر، اتصال نقل سيارات، نقل قطارات. بالزبط. بعد كده ممكن يبقى في مطار جنبه لو في نقل طائرات عبر المحيط بقى تروح امريكا تروح ولا وفي سي اير ترانسبورت ممكن تصوره ما بين ميناء القاهره الجوي وميناء السخنه. ميناء السخنه يعني ممكن تستغل فراغات السفن الطائرات التجاريه في انك انت تاخد البضائع اللي عايز تنقلها بسرعه لاوروبا وتنقلها من السخنه برا وتروح المطار القاهره وتروح على طول على قريه البضائع اوتوماتيك. وبالتالي انت استغليت فراغات القطارات التجاريه وفي نفس الوقت استفدت منها ووصلتها بسرعه. نعم. وعلى فكره ده الموديل ده مش غريب، موجود كمان موجود في دبي. طبعا. واعتقد ده سهل تنفيذه. فاذا المالتي موديل ترانسبورت احنا مؤهلين، بس برضو عايز اطار مؤسسي. نعم. انك انت ازاي تعمل تشريعات
تمكنك من تطبيقه. نعم، يبقى هي المؤسسات في الاخر هو طبعا هو العمل الاساسي دلوقتي. اخيرا دكتور احمد، يعني احنا بنتكلم برضو عن التنمية المستدامة في هذه المنطقة وبش مصر، احنا بنتكلم على اطار شرق اوسطي عربي يربط ما بين الخليج للمحيط، وافريقي يربط من البحر المتوسط لغاية المحيط تحت عند جنوب افريقيا، واحنا بنتكلم على خط طولي هياخد من اسكندرية لغاية كيب تاون في جنوب افريقيا. القارة الافريقية تأخر عنها التنمية كثيرا. يعني لا شك ان مصر عادت الى دورها الريادي في افريقيا، وهذا الامر يتضح بجلاء في دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في افريقيا وزياراته المتكررة في كل دول القارة الافريقية والاتفاقيات التي تتم ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها في الفترة الأخيرة. وكل الهدف من تلك المذكرات ومن تلك التفاهمات هو الوصول إلى صيغة تجعل التنمية في إفريقيا تنمية حقيقية. نعم. ومصر تلعب دورها الريادي في إفريقيا، وخاصة بعدما عادت إلى إفريقيا بل وعادت إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي. فكل تلك المؤشرات هي مؤشرات على قوة الدور المصري في إفريقيا وتحقيق تنمية حقيقية تضمن تلك البرامج وتلك الخطط أن تتحقق التنمية وأن يتم استدامتها للأجيال المقبلة في مصر وفي الدول العربية والإفريقية إن شاء الله. جاز لي أن أضيف لو في وقت، يعني المفروض أن احنا حوالينا في المنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسطية في مناطق اقتصادية متعددة. نعم. وبالتالي انا مفروض ان انا زي اصور جبل علي مثلا، جبل والسعوديه بتعمل ثلاث مناطق وفي عمان وكل والاردن كل اللي حوالينا ويمكن اسرائيل عندها. فاحنا مفروض ان احنا بنحاول ان احنا ندور على التعاون كبديل للتنافس. نعم. ادور على الميزه التنافسيه بتاعتي واتخصص في بعض الصناعات وفي بعض الانشطه ونخش في تنافس مع دول الجوار. بالعكس احنا ممكن ندعو لمنطقه تكامليه. صحيح. نقطه مهمه ان انا بعمل مثلا راديو، هم بيعملوا مش عارف ايه، هم ياخدوا مني الراديو وايوه عندي ميزه فيها وعندي ميزه بالظبط. صحيح. التكامل والتوازن للتنافس بدل ما انا كلنا عمالين ندي مزايا للمستثمر، يبقى كلنا بندي للمستثمر من غير ما ناخد حاجه. بناخد حاجه. صحيح. تمام. انا بشكركم وبكده تكون ملفنا انتهى. طبعا هو ملف كبير جدا وليه كلام كتير، لكن بنكتفي بهذا الملف في هذه الحلقه. بشكر الدكتور محمد علي العميد الاسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات. اهلا بحضرتك معانا دكتور محمد. بشكر الدكتور احمد عبد الله اسماعيل رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في الاتحاد الدولي للتنميه المستدامه. شكرا لحضرتك. شكرا لسيادتك. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. هذا البرنامج كل يوم سبت طبعا اوراق اقتصاديه، بنفتح فيه واحد من الملفات الاقتصاديه الهامه بنحاور فيها ضيوفنا. كما تابعتم معنا هذا الملف الهام، ملف قناه السويس. كل عام ومصر بخير في اعاده وتاريخ اعاده فتح قناه السويس 5 يونيو 1975. وزي ما قال الدكتور محمد بدل ما والدكتور احمد زي ما بدل ما يكون ذكرى اليمه، لا اتحول لذكرى ممتازة عندنا. وإن شاء الله قناة السويس هي الناقل الحقيقي للتنمية في مصر. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة حلقتنا، ودايما ليكم التحية ووافر الصحة. بذكركم بالإجراءات الاحترازية وبذكر نفسي قبلكم، وأتمنى أن الكل يسجل في موقع وزارة الصحة عشان ناخد التطعيمات. شكرا جزيلا. إلى اللقاء.